إذن ونتابع معكم مشاهدينا في الشأن العالمي كيف تتحرك الأسواق، وخاصة في ظل الترقب لاجتماع الفدرالي الأمريكي وأزمة أيضا البنوك، وتحديدا اليوم عندما نتحدث عن أزمة كريدي سويس واحتوائه من قبل الوطني السويسري. إذن نتابع كل ذلك بمزيد من التحليل مع ضيفنا السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد. بالدرجة الأولى نتحدث عن محاولة احتواء كريدي سويس، اليوم يفتتح على تراجع بأقصى من 65%، وحتى يو بي اس الذي أجبر ربما لاحتواء هذه الأزمة يتراجع 15%. هل ستستمر هذه التراجعات تأثيراتها على الأسواق العالمية الأخرى؟ نعم، صباح الخير رولا وسالي. نعم، بكل تأكيد الفشل المصرفي هو الموضوع الأكثر حدة في الأسواق، الأكثر فاعلية في الأسواق. نعم، قد يكون بعض التفاؤل، بعض الأمل بإنهاء هذه الأزمة. يو بي اس يستحوذ على بنك كريدي سويس، لكن هناك خصم بالنسبة للسهم. الإغلاق السهمي كان عند 1.75 فرنك، تم البيع بما يقارب بأقل ب 60%، فبكل تأكيد رقم يعتبر أقل. فبالتالي المخاوف من الفشل المصرفي، العدوى المصرفية قد تكون هي المؤثر الأكبر على الأسواق. الملاذات الآمنة بطريقة أو بأخرى قد استفادت في الفترة الأخيرة، كما رأينا الذهب قد سجل ارتفاعات، اليوم اختراقات إلى مستويات 2000 دولار. بكل تأكيد استفادة من المؤشر الدولار الأمريكي، انخفاضات المؤشر الدولار الأمريكي تفعيلا للملاذات الآمنة. الذهب كان قد سجل ارتفاعات، فبالتالي انخفاضات السهم نفسه قد تكون مقتصرة بمرحلة القادمة على المخاوف من الفشل المصرفي، المخاوف من العدوى. البنوك الكبرى كانت قد أشارت إلى إمكانية رفع السيولة بطريقة أو بأخرى عبر مقايضتها للدولار الأمريكي من 7 أيام إلى يوم واحد، لكن هنا المخاوف بانتشار الإنفليشن، عودة التضخم مرة أخرى للواجهة. الميزانية العمومية على سبيل المثال قد سجلت ارتفاعات في الفترة الماضية، 300 مليار دولار في الميزانية العمومية الأمريكية التي قد اتجهت لتخفيضها في الفترة الماضية أو محاولة تقليصها. فارتفاع الميزانية العمومية ومع مقايضة وزيادة السيولة في البنوك، فبكل تأكيد هناك مخاوف أخرى هي عودة التضخم في الأسواق مرة أخرى. ولما لا أن نسمع مصطلح الهايبر انفليشن في الفترة القادمة نظرا لارتفاعات للميزانية العمومية في الفترة القادمة. نعم أحمد، يعني الملفت أيضا في الأداء الأسبوعي للأسواق الأمريكية في وول ستريت، لاحظنا التباين في الأداء الأسبوعي وبالأخص على الارتفاعات اللي سجلها مؤشر ناسداك خلال الأسبوع الماضي. هذا التفاوت في الأداء إلى أي مدى يعطينا انطباع على تحركات وأداء أيضا شركات التكنولوجيا بالفترة الجاية؟ نعم سالي، مؤشر ناسداك بكل تأكيد مؤشر التكنولوجيا حساس جدا لأسعار الفائدة، حساس جدا لنبرة الفدرالي الأمريكي حول الفائدة، توقعات المستثمرين إلى الفائدة. الأسواق اتجهت للمخاوف بتخفيف حدة رفع أسعار الفائدة أو حتى تفاؤل لتخفيف حدة رفع أسعار الفائدة من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم، اجتماع الشهر الحالي. فبكل تأكيد نوعا ما الناسداك قد استفاد من هذه الأخبار، استفاد من الحدة، لكن عند النظر إلى الحركة الأسبوعية، 4 جلسات يومية في الأسبوع الماضي على ارتفاعات، الجلسة الأخيرة يوم الجمعة قد سجلت انخفاضات. على ما أعتقد أن الانخفاضات قد تكون من المخاوف أيضا من الفشل المصرفي. بكل تأكيد SVB أو سيليكون فالي بانك هو أحد البنوك الذي يعطي القروض بالنسبة للشركات الناشئة، شركات التكنولوجيا، فبكل تأكيد المخاوف لانتشار العدوى، الخوف لشركات التكنولوجيا واردة جدا. فبالتالي الحذر من الأعلى أسعار التي قد تم تسجيلها يوم الجمعة، خاصة لو سجلت اليوم جلسة هابطة، نموذج فني واضح على الأسواق ممكن أن يتشكل، الذي هو ابتلاع هبوطي على المدار اليومي بالنسبة لمؤشر الناسداك. نعم أحمد، يعني الكل بانتظار اجتماع الفدرالي ومراقبة طبعا تحركات أسعار الفائدة، بنوك أخرى مثل بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي، لكن ما أهمية مراقبتنا لتحركات المركزي الصيني بالنسبة لتثبيت أسعار الفائدة؟ هذا مؤشر على ماذا؟ نعم، ولا على ما أعتقد أن الصين، يمكن بتوافقين الرأي أن الصين في معزل عن الاقتصادات العالمية. أرقام اقتصادية، الانفليشن على سبيل المثال، التضخم السنوي يسجل انخفاضات إلى 1%. بكل تأكيد رقم يحتاج المركزي الصيني أو بنك الشعب الصيني إلى رفعه إلى مستويات 2% المستهدف، لكن عند النظر إلى الاقتصادات الأخرى ومحاربتها التضخم، فالتضخم يعتبر منخفض جدا في الصين. ليس فقط التضخم الرئيسي، لا بل التضخم حتى الأساسي أقل من 1%.
بالمية 0.6% تحديدا. التضخم الشهري قد سجل انخفاضات أيضا قراءة بالسالب، قراءة 0.6 بالماينوس. فبكل تأكيد أرقام التضخم قد دفعت الصيني لتثبيت أسعار الفائدة، لما لا أن نسمع موجة تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، خاصة لو استمرت أرقام التضخم بشكل منخفض في الصين في الفترة القادمة. أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.